في ظل حرمان مئات الآلاف من الأطفال السوريين من حقهم في التعلم جراء الحرب واللجوء، يسعى ناشطون سوريون في منظمة ألفابت إلى تأمين وسائل تعليمية بديلة لمئات الأطفال في مخيمات منطقة البقاع اللبناني. ميثم قصير والتفاصيل. هي مبادرة فردية أطلقها ناشطون لتأمين تعليم بديل للأطفال السوريين لمساعدتهم على تنمية قدراتهم والارتقاء بهم إلى مستوى التعليم المناسب. مبادرة بدأت بخيمة واحدة وأصبحت 11 مدرسة حتى الآن. من سنتين ونص لهلأ تغير الوضع يعني 100 درجة لقدام للأفضل يعني، بينما كانت الطلاب تقريبا شبه مشردين والولاد شبه مشردين لأنه ما في مدرسة ضبن، والمدرسة مثل ما بيعرفوا التربويين يعني المدرسة هي البيت الثاني والبيت الأول للطالب. هلا اختلف الوضع انه الطلاب صار عندهم مدرسه، صار عندهم التزام، الاهالي حتى الاهالي يعني صاروا ما عاد يطلعوا الاولاد كثير على الشغل، ليش؟ لانه صار في عنده التزام مدرسي. يؤمن المشرفون على ألفابت بحق الاطفال بالتعلم واللعب والعيش بسلام، ولذلك يسعون الى سد الثغره التعليميه التي خلفها الصراع في سوريا وانقطاع الاطفال الذين يقدر عددهم بربع مليون على الاقل عن الدراسه.